النهارده هتتواصل مباريات الجوله 9 من الدوري المصري الممتازه، تقام 4 مباريات هيبتدوا الساعه 3 الا ربع. مواجهه هتكون ما بين اسوان وانفي، هتذاع على اون تايم سبورتس 1، والساعه 5 مباراه هتجمع ما بين غزل المحله وفاركو، هتذاع على اون تايم سبورتس 2. وفي نفس توقيت حرس الحدود هيواجه البنك الاهلي، وهتذاع المباراه دي على اون تايم سبورتس 3. والساعه 7 طلائع الجيش هيكون ضيف على فيوتشر، وهتذاع على اون تايم سبورتس 1. النهارده كمان النادي الاهلي هيختتم تدريباته الجماعيه ضمن تحضيراته لمباراته ضد سموحه بكره في اطار منافسات الجوله 9 من الدوري المصري الممتاز. هيخوض الفريق تمرين مسائي قبل ما يدخل في معسكر مغلق في فندق من الفنادق، استعدادا اكيد للمباراه اللي بيسعى من خلالها ان هو يستمر في تحقيق الانتصارات. بيحرص كمان مارسيل كولر ان هو يعمل محاضرات فنيه مع لعيبه النادي الاهلي عشان يشرح خطه اللعب والافكار اللي اكيد ان هو ناوي انه ينفذها، ويحذرهم كمان من تكرار الاخطاء اللي وقع فيها لعيبه النادي الاهلي خلال اخر مباراتين ضد فيوتشر وفاركو، يمكن ابرزها غياب التركيز واهدار الفرص السهله والتمريرات الخاطئه، بخلاف كمان ترك مساحات خاليه للمنافسين.